إذا بحس عليك عم تحوص بجوز بنتك وهي ماشية بالشارع تدعس سيارة. طيب والله ما حكيت شيء خلص رح أعمل حالي ما بعرف شيء أبدا. يا عيني عليك موبايلة دق لمرتك بتقول لي أنك مسافر كم يوم ما رح تجي على البيت بشغل مع الجحش معلمك شو فهمت؟ بوس ايدها شبك شبك شو رح تعملوا فيني؟ والله ما زنيت بحرف واحد لك ايه فهمنا عليك يا زلمه خلص حاج تحليف دق لمرتك ما رح نساوي لك شيء رح نستضيفك عنا كم يوم دق الا انك مسافر على لبنان بشغل وموبايلك مانو شغال هنيك ما تخاف حجي يلا دق دق يلا مباشرة على المشفى لحتى نعمل لها فحص كامل ونقدم سبب دقيق للوفاة. اللي ظهر معي هلا بالفحص هو آثار كدمات انطباعية على العنق مع احتقان بالوجه وازرقاق بالشفتين ونزف بملتحمة العينين. على فكرة المتوفى قاوم القاتل قبل ما يموت لهيك أكيد سبب له سحجات على الوجه أو اليدين. أنا لهذا السبب أخذت عينات من تحت الأظافر وعطيتهم لعنصر الأدلة اللي ياخذهم على المخبر مشان نسرع التحقيق. يعني هذا كل شيء بقدر اقوله هلا، بس مبدئيا الوفاة صارت من اكثر من 12 ساعة. مبدئيا؟ لسه بترجع بتقول لي مبدئيا؟ صار عندنا 3 جرائم وبتقول لي مبدئيا؟ شو بتحب يعني؟ بدك جثث؟ ليكون كلامك منطقي وقانوني بدك جثث؟ هي جثة قدامك، فطر فطر اشتغل. سيادة المقدم أنا خلصت شغلي هون وإذا بدكينا نشتغل مثل العالم والناس فياريت هاي الجثة اللي منعرفها كتير منيح تنتقل على المشفى بأسرع وقت لحتى أعرف كمل شغلي يعني مبدئياً أنا خالص شغلي هون سلام.